نشرة الأخبار من التلفزيون المصري. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلي محمد سليمان. شكرا عمرو توفيق، ونبدأ بالعناوين مع حضراتكم في نشرتنا. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بناء على دعوة المستشار الألماني أولاف شولتس للمشاركة في فعاليات حوار بيترسبرغ للمناخ برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن حوار بيترسبرغ يعد إحدى المحطات المهمة قبيل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديرا لدورها الحيوي بقيادة السيد الرئيس في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية. ومن المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا محل الاهتمام المشترك. وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك أمس في قمة جدة للأمن والتنمية بالمملكة العربية السعودية، والتي أكد خلالها سيادته أن القمة تأتي في لحظة استثنائية، وخاصة في ضوء الأزمات العالمية والإقليمية التي ألقت بظلالها على البشرية والمنطقة. كما التقى الرئيس السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة جدة. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة، والتي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، كما تعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة. وعلى هامش فعاليات قمة جدة
التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس الأمريكي رحب بلقائه الأول مع السيد الرئيس، مؤكدا تطلع الإدارة الأمريكية لتفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للسيد الرئيس التي تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت. كما عقدت جلسة مباحثات مع السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي. وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار الملك عبد العزيز بجدة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. وفي تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة التأكيد على الالتزام المشترك بالشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، فضلا عن مناقشة التحديات الإقليمية والدولية. وقال بايدن في تدوينته إن هناك فائدة عظيمة ستعود على القاهرة وواشنطن من عملهما الوثيق سويا. كان البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية قد أكد الدعم للأمن المائي المصري ولحل دبلوماسي حول ملف سد النهضة الإثيوبي يحقق مصالح جميع الأطراف. وأمام قمة جدة للأمن والتنمية أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن القمة جاءت في ظل تحديات مصرية كبرى تتطلب التعاون لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية إن الولايات المتحدة ستبقى شريكا فاعلا ومنخرطا في المشاكل التي تواجه منطقة الشرق الأوسط. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء لسلع غذائية من جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على توفر السلع بجميع أنواعها بالأسواق كافة، كما يتوفر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وأكد قدرة الدولة على تجاوز الأزمة العالمية وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء لأي سلعة من الأسواق.
التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة اليسسكو، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك والاتفاق الخاص بمشروع الشهادات الدورية المهنية في التدريس. لقاء جمع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة يسسكو. لقاء تطرق إلى مزيد من التعاون على صعيد القضايا التعليمية والثقافية، ومن بينها منح الشهادات المهنية للمعلمين. في تكليفات من سيادة الرئيس أن يكون هناك عام للشباب العالم الإسلامي للعلوم والثقافة، وأيضا أن يكون هناك منح لعدد من المعنيين في كافة الدول الإسلامية، منحة من سيادة الرئيس لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع صندوق التكنولوجيا والابتكار المصري، أيضا بعض المشاريع التي تقدمت بها مصر سواء في التحول الرقمي أو في التدريب على الحفاظ على الآثار سواء في العلوم الثقافية أو في العلوم أو التربية. أيضا تم أيضا مناقشة الاجتماع الذي سوف يتم للتوقيع على الشهادات المهنية في مجال التربية. كل دي أمور تم مناقشتها مع السيد المدير العام. المدير العام لمنظمة اليسسكو أكد على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة ذات النتائج الملموسة على مستوى الإطلاق الرسمي لعام الشباب في العالم الإسلامي 2022-2023، وكذلك رعاية أفكار الشباب المبتكرين. تحدثنا إلى بعض البرامج أيضا، عن بعض البرامج التي ممكن تشترك فيها اليسسكو مع وزارة التعليم العالي، وهناك أيضا برنامج مهم جدا هو برنامج المهنيين الشباب التي سيتم إن شاء الله التوقيع عليه لتدريب أكثر من 2000 معلم بالتنسيق مع وزارة التعليم أيضا المصرية ومؤسسة صالح كامل الخيرية. هذا البرنامج ستكون بداية انطلاقته في مصر، وإن شاء الله سيعم العالم الإسلامي، وأنا أعتقد أنه برنامج طموح وسيعطي للمعلمين الشهادات المهنية التي تعطي المعلم حقه في التدريب وما إلى ذلك، وأيضا تطلع على تطبيقات الجديدة في التعليم من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها. تعاون وتبادل للرؤى بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة اليسسكو، ترجم هذا التعاون إلى إطلاق عام لشباب العالم الإسلامي، وكذلك تدريب وتأهيل ومنح الشهادات المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهتم برعاية الموهبين والمبتكرين. من وزارة التعليم العالي، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في جميع مناطق العمليات. في المقابل أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا ميخائيل ميزنتسيف، أعلن أن القوات الأوكرانية لغمت جسرا في مقاطعة زاباروجيا لاتهام القوات الروسية بتدمير البنية التحتية. وأضاف ميزنتسيف أن القوات الأوكرانية تواصل استخدام المؤسسات التعليمية والمرافق الاجتماعية للأغراض العسكرية ونشر أسلحة ثقيلة في الأحياء السكنية. وأكد ميزنتسيف أن القوات الروسية لا تشن ضربات على أهداف مدنية، مشيرا إلى أنه تم إجلاء أكثر من 28,000 شخص من مناطق مختلفة في دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال الساعات الماضية. يأتي هذا بينما ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 4,083,000 لاجئ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأوضحت الوكالة أن 2,900,000 لاجئ غادروا البلاد عائدين إلى أوكرانيا، ذلك منذ فبراير الماضي. يشار أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية. هذا ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا تشديد العقوبات على روسيا، من بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا
ووضع شخصية روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي. وأقلت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين على موسكو أن تستمر في دفع ثمن باهظ نتيجة لعملياتها العسكرية في أوكرانيا. يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبها العلمية والأدبية والرياضية امتحانات مواد الجيولوجيا وعلوم البيئة والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، وذلك في 2089 لجنة موزعة في أنحاء الجمهورية. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من أمام إحدى اللجان بالدق بمحافظة الجيزة مراسلة أخبار مصر الزميلة سارة متولي. سارة، بعد يعني التحية، كيف سارت امتحانات اليوم؟ ماذا عن ردود فعل الطلبة والطالبات على امتحانات اليوم؟ نعم محمد، تحية لك وتحية موصولة لمشاهدينا الكرام. بالفعل أدى طلاب الثانوية العامة اليوم ثلاث امتحانات للشعب الثلاث العلمية والأدبية والرياضية. الامتحانات انتهت منذ دقائق، في تحديدا في تمام 8:10 ظهرا وقبلها في 11:10 المادة الخاصة بالشعب الرياضية. ردود أفعال الطلاب خرجت متباينة ما بين السهولة والاستماع، ولن نقول صعوبة، ولكن أن امتحان الجيولوجيا وامتحان التفاضل جاءت في مستوى الطالب المتوسط فيما يزيد. ويمكن هنا أن نذكر أن هنا فلسفة لتبيان الفارق في مستويات الطلاب ما بين الطالب العادي والطالب المتوسط والطالب المتفوق، طبعا بفكرة الاستثمار للدروس وليس أي فوارق أخرى. هناك تأمين على أعلى مستوى للجان الخاصة بالطلاب نحو 2098 لجنة تتوزع في كافة المدن الجمهورية، تتحدث عن عدد تجمعات الطلاب تصل إلى 308,000 طالب وطالبة موزعين في جميع أنحاء الجمهورية. جدير الذكر أن اليوم هو المحطة التاسعة في مرسى الثانوية العامة، وينتظر يوم الثلاثاء والخميس القادمين بالمواد الأخيرة للشعب الثلاثة الرياضة البحتة والفلسفة والأحياء. وبالطبع نتمنى كل التوفيق للطلبة والطالبات في الامتحانات القادمة وفي المجموع في نهاية الماراثون الخاص الثانوية العامة بإذن الله. إن شاء الله. سارة متولي مراسلة أخبار مصر كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات في امتحانات الثانوية العامة. انتهت نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، وفي تمام الثانية إن شاء الله بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري. نعم محمد، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. في أمان الله.